نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي بعنوان التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا التحديات والحلول المستدامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا. وشاركت في الورشة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي. وقالت مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة المهندسة لما المحروس إن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الدولية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وهي وسيلة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن السياسات والإجراءات لإنهاء التلوث البلاستيكي. بدوره أكد السيد عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا أن التحول إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية يقدم نموذجا اقتصاديا قويا ومستداما، لافتا إلى أن نحو 5% فقط من النفايات البلاستيكية تخضع لإعادة التدوير. الورشة اليوم اللي يستضيفها المجلس الأعلى للبيئة وتستضيفها مملكة البحرين هي بغاية من الأهمية، لأنها تأتي في مرحلة شوية مصيرية من صياغة الصك القانوني الملزم بشأن الحد من الملوثات البلاستيكية في كافة الأوساط البيئية وبما فيها البيئة البحرية اللي احنا نأكد عليها ونشير لها. وطبعا احنا في البحرين عندنا البيئة البحرية لها الأهمية خاصة حيث نعتمد عليها في غذائنا واقتصادنا بشكل كبير وفي السياحة أيضا. الورش هذه بالذات العربية والاجتماعية الخليجية والإقليمية والشرق الأوسطية توحد الجهود، توحد الآراء، توحد الأفكار، توحد التعاون المشترك بين هذه الدول، وبالتالي يصبح التوحيد للجهود مثمرة في الاجتماعات الدولية، وتقرب أصوات الوفود مع بعض وتخرجون بأصوات مريحة أو بأصوات تخدم كل الدول المحتاجة لهذه الأصوات. بداية أشكر مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة على تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الأمم المتحدة اليونب. الورشة مهمة جدا لكافة الدول، تمثل قضية مهمة التلوث البلاستيكي حول التحديات وأيضا البحث عن الحلول المستدامة. نحن في دول الخليج الموضوع مهم لنا، خاصة أننا احنا ننسق داخليا كدول مجلس للبحث عن حلول حول هذا التلوث البلاستيكي، وأيضا محتاجة إلى التعاون وتضافر كافة الجهود على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي للخروج بحلول مستدامة.